إبراهيم، واحد من آلاف العمال الذين يكافحون من أجل الحصول على لقمة عيشهم في صلاح الدين. قصة إبراهيم ودعوات تفعيل القطاع الخاص وتفشي نسب البطالة نتابعها مع مراسل الرابعة في المحافظة محمد الربيعي. في يوم عيد العمال العالمي يكافح إبراهيم صاحب شهادة الحاسوب بمهنته كعامل بناء، ويقف منتظرا دوره فيما يعرف بالمسطر من أجل إيجاد لقمة العيش، غير مكترث لإعلان تعطيل الدوام الرسمي احتفالا بيومه. فحرمانه من إيجاد فرصة عمل أجبره على العمل الشاق من أجل سد رمق العيش. أشوف شوفت عينك، شغل ماكو، لا عمل ماكو، لو أكو يعني متواجدة عمل، فرص عمل، اليوم نحتفل بهذا العيد. يعني شغل ماكو، عمل ماكو، هسه احنا خريجين عمي ما نريد الشهاده، نريد الرعايه عمي. لا نريد عمي فرص عمل، انا خريجك ثلاثه، انا مو خريجه، نريد فرص عمل يوفروا لنا، خلي يفتحون هاي المعامل المصانع، يعني جايين من الجنوب يشتغلون هان. ابراهيم يعتبر واحدا من بين الاف الشباب الذين حرموا من ايجاد فرص عمل سواء بالقطاع الخاص او العام بعد تعطل عمل اغلب المصانع العراقيه. والله الظروف ما تخليني اقعد، الظروف تحكم، ما عندنا، ورانا عائلة، ورانا عيشة صعبة. اي والله الطالب الحكومة العراقية ناشد، اريد عمل، اريد معامل، اريد اي شيء من الحكومة العراقية تنطينا. والله من صبح حتى جايين هالدقيقة، لا عمل، لا شغلة ولا مشغلة. اي نعم، وسع المفروض الدولة توفر لنا فرصة عمل على مواد واحد يشتغل، يعني يفتحون معامل مصانع. منظمات حقوق الإنسان تحدثت عن ضرورة تدخل الحكومة في منع دخول العاملين الأجانب الذين باتوا يزاحمون أبناء البلد في فرص العمل ويتسببون بزيادة ارتفاع أعداد البطالة. نتقدم بالتهنية لكل عمالنا، وبنفس الوقت نطالب الحكومة بإيقاف الوافدين من باكستان ومن بنغلاديش، والعمال عندنا موجودين عاطلين عن العمل بكثرة، ونشوف احنا اليوم الحدود مالتنا مفتوحه للبنغلاديش والهنود والباكستانيين، حقيقه ذولا كلهم يطلعون عمله صعبه برا العراق، وبالتالي هؤلاء العمال ما يلقون اي عمل وهم عراقيين. في يوم عيدهم يتامل عمال البلاد تدخلا جديا من حكومه السودان للحد من تزايد اعداد العاطلين عن العمل، واتخاذ اجراءات منطقيه وعمليه لاعاده تشغيل المصانع واحتواء الاف الشباب بفرص عمل تليق بهم. محمد عادل الربيعي، الرابعة، صلاح الدين.